بالرقم القومي فقط تعرف على قيمة العلاوات الخمسة. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر من فضلك اشترك بالقناة، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. بالرقم القومي تعرف على قيمة العلاوات الخمسة. التفاصيل: نستعرض لكم في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن قيمة العلاوات الخمسة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي. في إطار خطة التضامن الاجتماعي لتخفيف العبء عن المواطنين وأصحاب المعاشات، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة أنشأت موقع إلكتروني للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والتظلم في حالة وجود شكوى. موعد استعلام عن العلاوات الخمسة يوم 24/6 الجاري. هتطلق وزارة التضامن الاجتماعي الموقع الإلكتروني الخاص بالعلاوات الخمسة والأثر الرجعي، كما أهابت وزيرة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الاستعلام عن أي استفسارات قبل الذهاب إلى مكاتب التأمينات من خلال الاستعلام الإلكتروني تسهيلا عليه. أول ما ينزل الموقع الإلكتروني إن شاء الله هيتم عمل فيديو شرح مبسط لحضراتكم إزاي تستخدم الموقع وإزاي تخش عن الموقع. لو عجبك الفيديو أو مستني الموقع اعمل متابعة ولايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة. الاستعلام الكترونيا والصرف على 4 دفعات. تاريخ كتابة الخبر يوم 16/6/2020 يوم الثلاثاء. مصدر الخبر مصراوي. كتب الخبر ياسمين سليم. التفاصيل: أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية بداية من يوليو المقبل. ويرصد مصراوي أبرز 10 معلومات عن كيفية ومواعيد صرف العلاوات وفقا لتصريحات الوزيرة. 1- المستحقين للعلاوات الخمسة هم من خرجوا على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015. 2- عدد المستحقين 2,400,000 مستحق بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه بالأثر الرجعي. 3- تكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمسة يبلغ قيمتها 7 مليار جنيه. 4- يتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمسة على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14% لتصرف بداية من يوليو المقبل بحد أقصى 980 جنيه. 5- تقسيم الأثر الرجعي وهو 5 سنوات لضم العلاوات على 4 دفعات بالتساوي. 6- صرف أول دفعة من الأثر الرجعي مع معاش شهر يوليو المقبل على أن تصرف الدفعة الثانية من معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة من معاش شهر يناير 2020 والدفعة الأخيرة من معاش شهر إبريل 2021. 7- الاستعلام عن قيمة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والتظلم في حال وجود شكوى سيكون من خلال موقع إلكتروني تخصصه الوزارة لهذا الشأن وبه كافة المعلومات. 8- سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للاستعلام عن المعاش في 24 يونيو المقبل ويتم الاستعلام من خلال الرقم القومي. صندوق التأمين الاجتماعي يكشف تفاصيل صرف زيادة المعاشات والعلاوات الخمسة. مصدر الخبر اليوم 7. تاريخ كتابة الخبر يوم 3/16/6/2020. كاتب الخبر الأستاذ ماجد تمراز. التفاصيل: قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الحكومي إن صرف زيادة المعاش بأثر رجعي المتجمد على 5 سنوات، مشيرا إلى أن الدولة سنوية تصدر قانون بزيادة المعاشات للمستحقين قبل 1/7 من كل عام، وإن الزيادة التي أقرها الرئيس 14% وفقا للقانون، وهناك 10 مليون مستحق وصاحب معاش وجميعهم سيحصلون على نسبة الزيادة السنوية والعلاوات الخمسة.
كما أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج رأي عام الذي يذاع على قناة تن: أما 2,400,000 مستحق الذين يستحقون على الزيادة المجمدة سيحصلون على الزيادة السنوية بالزيادة المكررة، وسيبدأ كل أصحاب المعاشات من يوم 1/7 صرف الزيادة التي أقرها الرئيس بنسبة 14%. كما أوضح أن الحكم القضائي الذي صدر بخصوص 5 علاوات لم يعطي لأصحاب المعاشات الحق في الزيادة، ولكن القيادة السياسية قالت أن الأمر فيه عدم مساواة بين أصحاب المعاش القدامى والجداد، وتم إصدار القانون رقم 25 لسنة 2020 ووقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليمنحهم العلاوات المقررة. مصدر الخبر موقع مصراوي. عنوان الخبر: وزيرة التضامن الاجتماعي 14% زيادة المعاشات في يوليو القادم بحد أقصى 980 جنيه. تاريخ كتابة الخبر يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020. كتبت الخبر الأستاذة ياسمين سليم. التفاصيل: أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي تفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وصرف العلاوات الدورية للعام المالي الجديد 2020-2021. وقالت الوزيرة إن صرف العلاوات الخمسة كان وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه. كما أعلنت الوزيرة إن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة هم من خرجوا على المعاش اعتبارا من يوليو 2006 حتى يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة 2,400,000 مواطن، منهم 1,900,009 من القطاع الحكومي وحوالي 524,000 من القطاع العام والخاص. كما قالت إن العلاوات الخمسة ستصرف بأثر رجعي، وأكدت إن تكلفة العلاوات ستصل إلى 35 مليار جنيه، وأضافت إن الزيادات سوف تكون اعتبارا من أول شهر 7 على 4 دفعات كل 3 شهور، بحيث يتم صرف آخر دفعة للعلاوات في 1/4/2021. كما أعلنت أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة 14% بداية من 1/7 بدون حد أدنى وبحد أقصى 980 جنيه وبإجمالي تكلفة 25 مليار جنيه. كما أضافت الوزيرة أنه في عام 2020 وصل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 مليون مستفيد. وقالت الوزيرة إنه لمعرفة الاستحقاق لصرف العلاوات ما هو من عدمه يتم عمل استبيان إلكتروني للموقع الإلكتروني للاستحقاق من خلال الرقم القومي التي سوف تطلقه الوزارة لاحقا إن شاء الله. مصدر الخبر جرنان الشروق. تاريخ كتابة الخبر يوم الثلاثاء 16/6/2020. كاتبة الخبر الأستاذة آية عامر. التفاصيل: أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وصرف العلاوات الدورية للعام المالي الجديد 2020-2021. وقالت الوزيرة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم إن صرف العلاوات الخمسة كان وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه وليس وفقا للحكم القضائي الذي صدر مؤخرا. كما أوضحت أن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة اعتبارا من 1/7/2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة 2,400,000 مواطن وحوالي 524,000 من القطاع العام والخاص،
وإنها ستصرف بأثر رجعي، وأكدت إن تكلفة العلاوات تصل إلى 7 مليار جنيه سنويا، والتكلفة الإجمالية 35 مليار. وقالت إن الزيادات سيتم صرفها اعتبارا من أول يوليو القادم، ويمكن أيضا معرفة الاستحقاق أو من عدمه بعمل استبيان على الموقع الإلكتروني بالرقم القومي الذي سيتم إطلاقه لاحقا. مصدر الخبر اللي هقراه لحضراتكم دلوقتي من جريدة اليوم السابع. تاريخ كتابة الخبر يوم الثلاث 16/6/2020. كاتب الخبر الأستاذ مدحت وهبة. التفاصيل: الخبر بعنوان كل ما تريد معرفته عن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات. تفاصيل الخبر: أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وصرف العلاوات الدورية للعام المالي الجديد 2020-2021، وإن صرف العلاوات الخمسة كان وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسيتم صرفها في الدفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه. اليوم السابع ينشر أهم المعلومات عن آليات صرف العلاوات الخمسة والمستفيدين منها وموعد الصرف من خلال سؤال وجواب. من المستفيدين من العلاوات الخمسة؟ المستفيدين من العلاوات الخمسة أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة اعتبارا من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ما عدد المستفيدين بالعلاوات الخمسة؟ عدد المستفيدين من العلاوات الخمسة 2,400,000 مواطن، منهم 1,900,000 مواطن في القطاع الحكومي، وحوالي 524,000 من القطاع العام والخاص، وستصرف العلاوات بأثر رجعي. ما هي تكلفة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات؟ تكلفة العلاوات الخمسة سنويا 27 مليار جنيه، ليكون إجمالي الصرف 35 مليار جنيه بالأثر الرجعي. متى سيتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات؟ سيتم الصرف اعتبارا من أول يوليو على 4 دفعات كل 3 شهور، بحيث يتم صرف آخر دفعة للعلاوات في 1/4/2021. ماذا عن صرف علاوة 14% الدورية السنوية لأصحاب المعاشات؟ سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة 14% بداية من 1 يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى 980 جنيه وبإجمالي تكلفة 25 مليار جنيه ما عدا أصحاب المعاشات والمستحقين عنه. وصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في 2020 إلى ما يقرب من 10 مليون مستفيد، وعدد ملفات المعاشات 7,600,000 ملف، كما بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 240 مليار جنيه تقريبا في عام 2020-2021، وبلغ الحد الأدنى للمعاش في 30/6/2020 900 جنيه. كيف يستطيع صاحب المعاش معرفة الزيادة المقررة له من العلاوات الخمسة؟ يستطيع معرفة الاستحقاق من عدمه من خلال الرقم القومي أو الرقم التأميني عن طريق الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات اعتبارا من يوم 24/6 اللي جاي، ومن خلال هذه الاستعلام يعرف إذا كان مستحق أو لا، وما هي قيمة المعاش وكيف يحصل عليها وتاريخ حصوله عليها. هل زادت قيمة المبالغ المنصرفة للمعاشات خلال السنوات الماضية وما هي قيمتها؟ شهدت المعاشات زيادة كبيرة منذ عام 2014 حتى العام المالي الحالي 2020، ففي 2013-2014 بلغ عدد المستفيدين 8,600,693 مستفيد، وبلغت قيمة المعاشات السنوية 86 مليار و500 مليون جنيه، وفي سنة 2014
لغاية 2015 بلغ عدد المستفيدين 8 مليون مستفيد 820 ألف. وقيمة المعاشات بلغت 103 مليار و100 مليون جنيه. وفي عام 2015-2016 بلغ عدد المستفيدين من المعاش 9 مليون و164 ألف، وقيمة المعاشات 116 مليار و800 مليون جنيه. بتمنى ان يكون الفيديو عجب حضراتكم. لو عجبكم الفيديو اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا ليكم على حسن المتابعة.